ولكن رح نزيد له نكهه حتى شوي نحليه اكثر، واللي هو من الشوجر كين، او مثل هالقصبة اللي هي بيعملوها من الحلوى. هلا رح نشوفها سوا، وان شاء الله تكونوا حبيتون. بهمنا كثير اعرف ارائكم على صفحتنا بالفيسبوك صحتك مع باتلا. اعزائي المشاهدين، خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع منكمل ساعتها حلقتنا، وبقلكن كم معلومة عن الشوكولا المر. مشاهدينا، رح نعمل هلأ الشوكولا المر مع حلوى قصب السكر، اللي هن بيكونوا مثل العكيزة تقريبا، وأكيد طعمتهم شوي على النعناع. خلينا نشوفهم يا حنة قدامنا، وليكو كيف رح نعملهم، ندخلهم مع الشوكولا المر. كثير سهلة الطريقة، وبنفس الوقت فينا نعملها بحياة العيد، عيد الأطفال كمان بنكون دخلنا لهم شوي هيك مثل كأنه شوكولا معمول بالبيت طبيعي، بنفس الوقت عنده نكهة النعناع. بدنا نجيب قصب حلوى، قصب السكر، وقد ما فينا نجيبهم بلا ما يكون ملون اصطناعي، أكيد بيكون أحسن. بدنا نشيلهم من البلاستيك، تقريبا 5 قصب، نكسرهم شوي بقلب الكيس، نسكرهم منيح، منكون شلنا الهواء من قلبهم، ونحطهم بين المنشفة وبمطرقة خفيفة أو حيلا شي يمكن علبة، نكسرهم شوي لحتى يصيروا مكسرين لقطع كتير صغار. بهالوقت بدنا نهتم بالشوكولا المر، منحط لكن بقلب طنجرة كم سنتيمتر من المي، ومنخليهم يغلوا، ومنرجع لما يغلوا منحط ساعتها الشوكولاتة بقلبهم حتى تقريبا 360 جرام من الشوكولا. فينا نحط أكيد الشوكولا الحلو، ولكن بتفضل هي الشوكولا المر لأنه بيكون أطيب مع النعناع. اوكي، بتشوف انه صار ديب الشوكولا، بنطفي اكيد النار، ومنزيد ملعقة صغيرة من مستخلص النعناع، فينا نشتريه من حيلا محل، ما بدنا نزيد كتير لانه نكهته كتير قوية، وهيدي الملعقة الصغيرة رح تأثر على كل خلطة الشوكولاتة. وهلا بتحسوا صارت النعناع بقلب كل الخلطة، وحتى الريحة صارت خير. وبدنا نرجع نحطهم لهالخليط نعنع مع الشوكولاتة المرة على قطعة من الصينية للخبز، لنخبزهم، ويكون كمان بقلبها في قطعة قماش خصوصي للفرن، أو حتى ورق الشمع بيقدر يفيدنا بهيدي الطريقة. منحط الشوكولا على الورقة، ولا مرة تحطوها بس على الصينية لأنه ما رح تزبط، لأنه كتير رقيق الشوكولا. وهلأ بنرجع مندهنها بهالطريقة لحتى يكون قد ما فينا رقيق، ومهم ما يكون في أكيد مساحة منا مطلية بقلب الشوكولاتة. ومنزيد من ساعتها لما نتأكد أنه كله ماشي حاله، منرش اللي كسرناه هون حلوى قصب السكر، من رشه مثل ما شايفين على كل سطح الشوكولاتة. وبما انه ما حاطين زبدة وما حاطين سكر، فساعتها قطعة صغيرة ساعتها بتكون عم تكفينا، ما رح نضطر ناكل كامل اللوح، يعني اكيد سعرات حرارية اقل كل ما ناكل كميات اقل. بدنا نحطهم بالتلاجة او خلال كل الليل بالتلاجة، او اقله لساعة واحدة، بيطلع شكله مثل هيك، مثل ما شايفينهم بيكونوا لزقوا على بعضهم واخذوا بعضهم. نرجع منشيل ورق الشمع او ورق الخبز، منشيله عن الشوكولا، ومنصير نكسر الشوكولاته بهالطريقه. تقريبا فينا ناخذ 15 قطعه من هالمقدارات اللي عملناهم. فينا نحطهم بقلب اكياس، نربطهم مع
حبل صغيرة نزينهم، فينا نعمل مثل ما نحن بدنا، أو حتى فينا نحطهم بصينية مزينة مع ورود، حتى فينا نحطهم مع شوية حلوى، أو نحطهم مثل ما نحن منحب. بعدها هون عم بتكسر مثل ما شايفين، بما أنه رقيقة كمان هالشوكولاتة بتكون عم بتقرقش، والنكهة أكيد بتكون بعد أطيب لأنه فيها النعناع. منكون نحن شي عملناه بالبيت على القليلة، بلا مضافات وبلا نكهات اصطناعية وبلا كميات الزبدة والسكر الزايدة. أعزائي المشاهدين، هيدا فكرة مهضومة إذا نحن حبينا نغير شوي بالشوكولا الاعتيادي، ومثل ما سبق وقلت ناخد لقمة صغيرة منه بيكون عم يشبعنا شهواتنا للسكر بلا ما نكون أخذنا كميات كتير كبيرة. ما تنسوا أنه كل 100 جرام من الشوكولا رح يعطينا حوالي 450 ل 500 سعرة حرارية، يعني كل ما نحن نصغر كل ما يكون عم يطلع لنا كميات أقل. وإذا نحن ما حطينا الزبدة بالشوكولا مش لازم نكون عم ننسى انه هو اصلا الشوكولاتة اصلا بيحتوي على زبدة الكاكاو اللي هي من الدهون المشبعة، يعني ولا مرة نقتنع انه الشوكولا لو كان مر انه هو كتير صحي. الشوكولا المر صحي اكتر من الشوكولا بالحليب لانه مش زايدين له دهون الحليب ومش زايدين له السكر بدرجة عالية. ممكن يكون عم بيفيد لأنه في بقلبه المواد المضادة للتأكسد، ولكن هذا الشيء ما بيعني أنه ناخد أكثر من 15 جرام بالنهار، وقال رح يكون عم بيأدي لتكدس الدهون، وأكيد هذا الشيء رح يأدي كمان بتلقاء نفسه لمشاكل الشرايين. أهلا وسهلا فيكم، انطرونا أعزائي بالحلقة المقبلة من صحتك مع بيرلا. شكرا لك بيرلا على هاي النصائح، ويا ريت البعض او الاغلبيه انه يلتزم بهاي التغذيه ويلتزم بالنصائح.